we danced all night to the best song ever. وكانت كتير حلوة لنا إنه نحنا نحط إيدنا على الوجع. كانت ندوة كتير مهمة ومهمة كلياتنا بحاجتها لنطور ولادنا ونطور نفسنا ونقدر نلاقي حل لحياتنا للأيام اللي جاية. الجلسة دي كانت مع 70 أو 80 من اللاجئين السوريين، معظمهم سيدات وأنسات، وكانت عن الصدمة النفسية اللي تعرضوا ليها قبل اللجوء، أثناء اللجوء، بعد اللجوء، من الضغوط المختلفة اللي تعرضوا ليها وكيفية التعامل معها، وفتح أبواب ليهم لكي يستطيعوا أن يتعاملوا مع مشاعرهم الناتجة عن هذه الصدمة بطريقة تلقائية، بطريقة ذاتية أو بطريقة مهنية من خلال مجموعات المساندة أو المساندة المنظمة المحترفة.